سينا عايز اقول لك على حاجه، سينا عايز اقول لك على حاجه. الدوله لما تيجي تعمل لازم تكون متاكد، مثلا زي مطار ميناء العريش، زي ميناء العريش. هو انا عشان اعمل ميناء، طب هنا بصراحه يعني اهالينا في الغربيه في اي موضوع يحسوا ان في مصلحه للدوله الاقي تفاهم وتلبيه وترضيه. انا بتكلم كده عشان لان احنا في سينا بنجري بنبذل جهد كبير جدا جدا للتنميه برضو. وانا عايز اقولك على حاجه، هو انا لما اجي اعمل تطهير لكل الاراضي اللي كان فيها الالغام والمتفجرات اللي الاشرار كانوا حاطين فيها، اقدر اعمل تنميه فيها من غير ما نخلص ده؟ انا بتكلم كده كلام. طب احنا شغالين في كل حته في سينا، جنوب وشمال ووسط، جنوب وشمال ووسط. انا عارف ده، انا بقولك كده عشان فرصه وانت موجود الناس في اهالينا في سينا يسمعوا ده. مفيش مصلحه لينا كدوله غير مصلحه الناس. قول بقى اللي انت عايزه. حد يديله ميكروفون لو سمحت. كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية. أشرف اليوم بمعية سيادتكم يا فندم، ومعية الشيوخ والعواقل والسادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء وجميع الحضور. حقيقة سيادتك هتكلم في حاجتين. أول عنوان من وجهة نظري ومن وجهة نظر أبناء القبائل والعائلات المصرية، ألا وهو نطلق على سيادتكم أنت باعث النهضة في مصر الحديثة. سيادتكم باعث النهضة في مصر الحديثة. لما نقول هذا الكلام؟ سيادتكم استلمتم هذه البلد وكان من يوم استلامكم الحكم حتى الآن لن تألى جهدا في التنمية في كل شبر في مصر. لذلك أن ما حقق في العشر سنوات الماضية يا سيادة الرئيس لم يحقق في 30 عاما، ويعرف هذا من يكون في سننا نحن. أيضا لما نيجي نتكلم عن سينا وأطلب من الجميع أن نترحم على شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء القبائل المتعاونين مع الجيش، نطلب لهم الرحمة إن شاء الله. سيادة الرئيس، أنتم تتحدوا الصعاب، وهذا ما وجدناه من خلال عملكم على الأرض، ألا وهو سيناء من 2014 لحد 2023 وهي تئن من الإرهاب، ويئن مواطنيها من الإرهاب، وتئن مصر كلها من الإرهاب الذي وجد في سيناء. سيادتكم يا سيادة الرئيس، آليتم على أنفسكم أن تتحدوا هذا الصعب، بمعنى أن تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تنمي في سيناء. يا سيادة الرئيس، أنا بتكلم عن حقائق ولست مجاملا. سيادتك سنة 2013 كان في سيناء طرق عبارة عن 650 كيلومتر طرق في سيناء. من 2015 لحد 2020 أصبح ما يقارب 3000 كيلومتر طرق يا سيادة الرئيس. النهاردة سيناء، وأنا بكلم أخواني في مطروح وفي الغرب، أقول لكم أن سيناء الآن بفضل سيادة الرئيس وبفضل جيشنا العظيم
أصبحت خالية تماما من الإرهاب. سيادة الرئيس، سيادتك تحديت الصعوبات، أنت وجيشك يحارب الإرهاب وفي نفس الوقت وبالتوازي معه البنية التحتية لأرض جزيرة سيناء عمل فيها مجموعة الطرق 3000 كيلو متر طرق في سيناء، أيضا 5 أنفاق تمت على توصيل جزيرة شبه جزيرة سيناء بمدن القناة وبقية محافظات مصر. أيضا التنمية التي شعر بها المواطن السيناوي، وهو بأمر من سيادتكم توزيع 10,000 فدان بما يعادل لكل أسرة بدوية 5 أفدنة. أيضا يا سيادة الرئيس، وهذا عمل لا ينكر وفضل لا ينكر، سيادتكم خصصتم أيضا حوالي 2017 بيت بدوي للقبائل وأبناء القبائل في سيناء. كل هذا يا سيادة الرئيس علاوة على ما ينفذ الآن، ما ينفذ الآن في سيناء من تنمية صناعية وتنمية سياحية، كل هذا بفضل ما أمرت به وجعلت البنية التحتية شيء أساسي. سيادة الرئيس، دايما البناء صعب ولا يأتي الفرج ولا يأتي الفرحة إلا بعد ما نكمل البناء، نجني ثمار ما بذلناه ونجني ثمار ما تعبنا من أجله. سيادتكم بذلتم مجهود، وأقول لسيادتكم الآن، نحن كأبناء القبائل والعائلات المصرية خلفك وفي ظهرك يا سيادة الرئيس إن شاء الله، ونعم نبني مصر سويا يا سيادة الرئيس. نحن معولا لك في البناء يا سيادة الرئيس، وليس معولا للهدم، وإن شاء الله نلتقي دائما يا سيادة الرئيس. نحن أبناءك الشرفاء من المصريين الذين يعملون من أجل مصر بدون غرض ولا هدف. وشكرا يا سيادة الرئيس أنك أعطيتني هذه الفرصة، شكرا جزيلا، وإن شاء الله نشوف سيادتك بعمل من مجلس القبائل والعائلات المصرية، وندعو سيادتك، وإن شاء الله إن شاء الله سيادتك تلبي الدعوة. شكرا طبعا شكرا فضل. شكرا فضل. 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 فضل.